أعلن القيادي في جماعة أنصار الله الحوثية محمد علي الحوثي عن تأييده الاعتراف الروسي بدونتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين. وعلى حسابه في تويتر قال محمد علي الحوثي: نؤيد الاعتراف بدونتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين، وندعو إلى ضبط النفس وعدم الانزلاق في حرب يراد لها استنزاف القدرات الروسية. ويأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهورتي دونتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس حيث تقع الجمهوريتان منذ العام 2014. وقال بوتين في خطاب ألقاه بهذه المناسبة: إن الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لإبادة جماعية من قبل النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014. ولفت بوتين إلى أن النظام في كييف أكد مرارا عدم نيته الالتزام باتفاقيات مينسك لتسوية نزاع في دونباس دبلوماسيا. ولقت هذه الخطوة الاعتراف باستقلال جمهوريتين انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي اعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، وزعمت أن روسيا تستعد لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية.